شاركونا في الهاشتاج اسئلتكم، اقتراحاتكم، ارائكم. باذن الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله نتواصل معكم ونقرا رسائلكم، نقرا هاشتاجاتكم ترسلونها لنا وعبر البث المباشر في اليوتيوب. عاد ابو عمر اليوم انا شايل عليه حمله، لانها في فقرته اللي راحت كذا كان صدم بي في جدار كذا وفكني، ولكن اليوم ان شاء الله مجهز له حاجه حلوه جميله. شو تتوقع يا ابو عمر اليوم؟ انا قبل لا انك مجهز لي ولا ما انت مجهز لي، ما على هماني فرعون، فان كانك مجهز الامور طيب انا مجهز الامور. كان مجهز امورك انا وني شفت ترى جاي، انا ترى جاي من يعني وانا قلومي الازرق وين حق المدرسه، راح حق المدرسه وقلم صبوره قبل شيء منزله في الاعداد وحالتي حاله، وجاي من الطلاب راكضين فيني. مالك عذر يعني، قصدك تقول جاي تعبان وحالتي حاله ولا اقدر؟ انا عشان كذا بديت قلت ما بعلام انا فرعون روح عشان جاهز. انت خابر يجي يقول انا تعبان تعبان ايه؟ ما في نحل ونقدم، تلقى يقدم افضل شيء. هذا ابو عمر ترى لا تسقط على لا انا متسابق يسقط على مقدم. ما في ما انا اتوقع ما في فرق بين المتسابق والمقدم، لان كل ابوهم نجوم ان شاء الله. وانت تخرجت في المرحله هذه انت ابو عمر، اتوقع ابو عمر صار يرى نفسه انه اعلى من المتسابقين، ولكن هذول نجوم لهم باع طويل ولهم نجوميه قبل البرنامج. اي نعم ابو مالع بدايتها اصبر شوي، ترى احنا يعني مفترض ان نشد على عبد الله شوي من باب انه نمزح معه وكذا بعدين. لا هو يعني من كلامك ابو عمر انك ترى نفسك انا اعلى منهم، ولكن كلبونا عيال 9 شهور وكلبونا في باع الاعلام، وعبد الله قبلنا في الاعلام ترى قبل البرنامج له باع في الاعلام. ما ادري انت ترى نفسك اعلى منه وما ادري. لا والله انه محشوم. واذا انت تبيها بطابع رسمي ابدا انا اعطيها طابع رسمي من الان، اتكلم معك برسمية. عبد الله يعرف مغراته ومعزته عندي. الغلاه والمعزه، الغلاه والمعزه خل على جاهل معروف. من المتسابقين يجلس معي عبد الله. اي والله فاللي بيني وبين عبد الله يا ابو مانع يعني الامانه هو اكبر من الموضوع هذا كله يعني. سبحان الله، يعني انت جالس تبرح لنفسك وتزين لنفسك عشان ما يجيك هجوم من عبد الله، فهمت؟ عبد الله ان جاني هجوم منه والله انه مثل العسل على قلبي. لا والله، والله انه مثل العسل على قلبي. لانه والله انه والله انه عطى مثل العسل يا عبد الله. اي بالله ابو عمر، والله ابو عمر يستاهل صراحه كل خير، لان انسان يا اخي نتعلم منه. تدري اني قبل شوي ما شاء الله يعني مسمعني كلام كذا حلو قبل نبدا الفقره. ايه لكن على البث يبيع يعلن بالعكس انا امزح. شوف خارج البث بيعطيك نصائح وكل شيء، فهمت؟ يجي في البث يبيعك. لا ان شاء الله بيسمعنا. لا يا ابو مانع انا ان شاء الله عندك كلام طيب. وين راحت نصايح قبل شو قبل البث؟ طيب وين راحت الحين؟ يقولها الحين نجبر الحين ابو عمر. لا احنا انا منحت يمسفر ما محتاج نصايح، لا صار انه يرى نفسه اعلى منك واعلى من المتسابقين، فهذا شيء غلط ترى. والله شيء غلط الامانه ابو شف. لا شفت الفتنه هذا اللي يشببه واللي يقول انا قلبي ابيض انا ما هذا انتبه من هذا. بالعكس انا مع المتسابقين اموري طيبه ويحبوني واحبهم الله يحفظهم. يعني الان انت رجعت عن كلامك وتسحب كلامك؟ مو بسافر انا من البدايه اساسا ما في يعني الامور هذه اللي انت تقولها اللي انك تسقط عليهم وانك اكبر. لا والله بالعكس، والله ان احنا يعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كم احنا نفس الحكايه، كنا متسابقين والله من علينا وطلعنا، صح ولا لا؟ صح نعم. فاحنا نستفيد منهم هم يستفيدون منك، يعني منظومه تكامليه. ابو عمر ابو عمر يرى نفسه انه وصل للحاجه اللي يتمناها ويبيها بعد البرنامج بعد برنامج البزنس ولا لا؟ وصل للشيء؟ الشيء اللي بيه؟ لا ما في احد يقول انا والله خلاص والله انا وصلت، ما في احد ما لا يعني, يعني أنا انت لك هدف في البرنامج سم. وبعد البرنامج ايه انت لك هدف تخطط عليه صح ولا لا؟ اكيد ما في من لم يخطط هدفك وش كان عليه بالضبط في البرنامج طيب. البزنس وقتها اول شيء هي هذه قاعده يقول لك ان من لم يخطط يتخبط. دائما اللي ما يكون عنده هدف يسعى له او انه يحاول يوصل له في هذه الحياه بشكل عام، سواء هدف وظيفي سواء هدف اجتماعي سواء هدف يعني على مستوى الصعيد الشخصي، احيانا اهداف حتى على نفسه. فاذا ما كان لك هدف في هذه الحياه انت ايش قيمتك في هذه الحياه؟ اذا ما كنت تدف عجله التنميه عجله التنميه هي اللي قاعده تدفك هذا غلط. صدقت. فاكيد ان عندي اهداف. وش الاهداف بالضبط؟ الحمد لله اني قاعد اصعد السلم يعني درجة درجة، يعني اللهم لك الحمد كنت متسابق الآن مقدم وفي الإعداد، يعني هذا من فضل ربي علي ومن ثقة هذه الإدارة وهذا الكيان العظيم ويعني والدنا أستاذ إبراهيم الحسين وابنه صالح وكذلك أستاذ علي بروية وكامل طاقم هذا الكيان العظيم، أنا أشكرهم على ثقتهم فيني. للأمانة هو سلم التصاعد عندك يعني لابد اهدافك انك توصلها حبه حبه، فلا الواحد لا يستعجل الثمره مهما كان. هل انا اشوف اني وصلت؟ انا والله اني اشوف اني باقي باقي باقي
لكن الله يبلغنا الوصول انا وانت واستاذ عبد الله. شو اتكلم رسميه الان استاذ عبد الله، انا كنت ما اتوقع انك تتقبل المزح بيني وبين لا بقولك شيء يا ابو عمر. الان انت قبل شوي كنت تقدم نصايح صح؟ ايه. وش النصايح اللي قدمها لك عبد الله؟ والله كان ابو مشاري صراحه من الناس يعني اللي نتعلم منهم في كل شيء. الله يجزاك. كان هو طبعا قبل انا شارك في برامج قبل، فكان يقدم لنا نصيحه يقول سوي كذا وسوي كذا وحافظ على الفقرات وحافظ على الصلاه وحافظ على ذا. هاي في من باب النصيحه، فمشاري ما شاء الله يعني وجه، يعني وجه للنصيحه اللي قدمها لنا. وش النصايح؟ انا اعرف نصايح واجد عبد الله. والله مشاري تسمح لي عبد الله اشدها معك شوي، شخصنها معك ابد، خذ راحتك اشخصنها معك. اه خذ راحتك. عطني نصيحه واحده قدمها لك مشاري عمر قبل فقره بشوي. وش الصلاه؟ الصلاه كل حتى الورع من يوم يظهر في الدنيا طال عمرك وابو هيد في اذنه ولا منه بلغ طال عمرك علمه على الصلاه. ما فيها من غيرها يا ابو مانع. ما انت الان محتاج نصيحه في الصلاه الان؟ نعم محتاج كل نصيحة. شخص محتاج نصيحة. أنت إنسان صالح، عارف شوف إنسان صالح. كل شخص محتاج نصيحة. في نصيحة ثانية وشي؟ كل شخص محتاج نصيحة في الصلاة. أبي نصيحة في البرنامج، خل الصلاة. ها. هل أهم مشاري عمر جالس معك ينصحك في أمور البرنامج ولا لا؟ في البرنامج. إيه. أي نعم. وشي طيب؟ احضر الفقرات. هذه طبيعية. هذه نصيحة ولا نصيحة ولا؟ هذه نصيحة ذي لا. نصيحة ولا؟ لا هذا توجيه. طيب نصيحة. لا. توجيه شو الفرق بين؟ لا لا. وش الفرق بين التوجيه والنصيحة؟ التوجيه التوجيه ما قاله وتوجيه شيء طبيعي تبيها. سو ما تبيع ما قولك النصيحة تشرب اي لا لا جد جد لا دقيقة لا على بك دقيقة اسمع دقيقة خلاص اوكي قول ما قالوا نصيحة ولا توجيه اللي تبي فهمت اللي تبي لكن انا بي شوف لا تهرب يا مشاري انا بي نصيحة او توجيه قالها لك مشاري عمر يشوفها انها راح تنجح عبد الله العتيبي طعمك في البرنامج وش انا اقول اعطيت قبل شوي قلت لك مشاري قدم نصيحة اللي هي الفقرة نصيحة إن حضور فقرات هذه اللي قدمها مشاري. طيب. أنت قلت توجيه ما هي نصيحة. أنا بعرف وش المفهوم اللي عندك اللي بين النصيحة. خل هذه على جنب. أنا أبي نصيحة أو توجيه واحد قال لك مشاري عمر تسويها فيه. وشي توجيه والنصيحة. حضور فقرات. حضور فقرات. نعم حضور فقرات. هذه قد نصحوك فيها الإدارة حتى الإدارة من يوم تدخل قبل تدخل برنامج قالوا ما يدك النصائح كذا كذا كذا. أبي نصيحة مشاري عمر جربها في برنامجه في البزنس وقال طبقها يا عبد الله هذه بتفيدك وشي. حضور فقرات انا اشوف برايي الشخصي انها نصيحه بس مرات نعم حضور فقرات كيف حضور فقرات هذه هي بس نعم لان انا اشوف عبد الله للامانه يعني واتكلم بكل صراحه وكل شيء عبد الله ما شاء الله تبارك ما كلمك عن الاصابات شيء من الناس الاصابات ولا شيء عبد الله يعني ما اصابات لا ما تكلم ما يعني ما اعتقد انها يعني جيده يا ابو مانع للامانه منك